تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تهنئة خاصة من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أكد فيها سعادته عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. السعودية مهبط الوحي، قبلة لأكثر من ملياري مسلم، عرض الحرمين. ما يربط البحريني بالسعودية هو ما يربط السعودي بالسعودية، هي الشقيقة الكبرى والحليف الأول. ما تربطنا اتفاقيات ومعاهدات، بل دم ونسب وتاريخ ومصير مشترك. اليوم الكل يعرف بأن حدود الرياض المنامة وحدود المنامة الرياض. في العلاقات الدبلوماسية والسياسية هناك مصطلحات كثيرة لوصف العلاقة بين أي بلدين. أما علاقة البحرين بالسعودية فهي علاقة ارتباط بين حكام وشعبين، يشعر بها المسؤول والمواطن البسيط. أو كما قال الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، القلوب مجتمعة إلى يوم الدين. اليوم من يريد استهداف الإسلام يستهدف السعودية، من يريد استهداف العرب يستهدف السعودية. السعودية ما تحتاج تعريف أو تقييم من مركز دراسات أو وسائل إعلام. ما أعتقد في العصر الحديث تعرضت دولة لهجمات إعلامية كما تعرضت لها السعودية والبحرين. تفاجأ العالم بالسعودي والبحريني كخط دفاع أول لحماية الوطن والأرض والتاريخ. فهنيئاً للسعودية هذا الشعب، وهنيئاً للشعب هذا الوطن. ودام السعودية بخير، فالخليج والوطن العربي والأمة الإسلامية بخير. كل عام والسعودية ملك وشعب بألف خير.